الاجراءات كانت اولا الحمله التحسيسيه، ثانيا وضع برنامج خاص بايام العيد ويوم قبل العيد، واللي تضمن تعديل في مواعيد جمع النفايات ولا الكنس. الى حدود الساعه البارح الحمد لله توفقنا ووزعنا عدد من الاكياس. طبعا العمليه فيها شيء من الارتباك، ولكن يعني على العموم كاينه واحد النسبه مهمه ديال التغطيه، مع العلم انه بامكان المواطنين انهم يتصلوا بالمصالح الجامعه او مصالح الشركه بعين المكان وياخذوا الاكياس ديالهم. ثانيا بالنسبه للجمع ديال النفايات، البارح في 10 الليل بدات العمليه الكنس والجمع ديال النفايات، وابتداء من الساعه الثانيه والنصف اليوم ان شاء الله غادي تبدا العمليه ديال جمع النفايات المنزليه وعمليه الكنس بالموازاه مع ذلك. طبعا الكميات اللي كتكون ديال الانتاج كبيره جدا، ولذلك غادي يكون واحد تكثيف الجهود، لانه غتكون ثلاثه ديال الجولات ديال جمع النفايات. في المتوسط جوله ونصف الى جولتين، ولكن في العيد غتكون ثلاثه الجولات مع جولتين في اليوم الثاني صباحا وعند الظهيره جوله. فبمعنى انه في هذه طيله هذه اليومين 6 ديال الجولات ديال جمع النفايات والكنس. ايضا ونتمنى اننا كما توفقنا في السنوات اللي فاتت نتوفقوا هذا العام هذا، وطبعا لا بد ما يكون شي شويش ديال سميتو، ولكن غنحاولوا نتغلبوا عليه اذا ظهر في حينه وفي عين المكان. والله العظيم شوف نقول لك بكل صدق، هذوك الناس ديال عمال النظافه زعما اولا باسم ساكنه ويسلان كلها كان من قلبي الخالص، الف تحيه لهم والف شكر والف تقدير. ناس ديال زعما ديال الرجله وناس اللي تيضربوا تماره يكفيهم فخرا الدعوات ديال المواطنين، ما كاينش شي واحد الا وتهز الكف ديالو وتيدعي معاهم. الله يجازيهم بخير والله يكرمهم، وشكرا جزيلا لهم على المجهود اللي تيديروا وتيضحيوا بوقتهم ووقت وليداتهم. طبعا واخا ياخذوا اللي خداو في هذا العيد ما نوفيهمش القدر ديالو، ولذلك انا كنقول لهم الف شكر باسم المجلس وباسم الساكنه، وكل عام وهم طيبون وكل عام واسرتهم الكريمه بالف خير. اولا اغتنم هذه الفرصه، فرصه عيد الاضحى المبارك، لكي اتقدم وارفع ايات الولاء والاخلاص والتبريكات بهذه المناسبه السعيده الى صاحب الجلاله امير المؤمنين اطال الله في عمره، واسال الله عز وجل ان يجعل هذا البلد بلدا امنا، وان يدخل هذا العيد على جميع المغاربه باليمن والبركات وبالصحه والعافيه. واتقدم على سبيل الخصوص الى ساكنه مدينه ويسلان بايات التبريكات بهذه المناسبه السعيده. وحقيقه ما اثر انتباهي هو العمل الجاد الذي يقوم به عمال النظافه بويسلان، شخص او المنتمين لشركه سوس بويسلان، اللي بكل صراحه لم اكن اتوقع ان اراهم في هذه الساعه، ساعه الغداء وساعه الاضحيه، وهم يقومون بجمع كل النفايات التي ترتبت عن عمليات الاضحيه. نتمنى لهم كامل التوفيق، وابارك لكم في هذه المناسبه السعيده، كذلك لهذه المؤسسه الاعلاميه التي بكل صراحه تناضل في سبيل هذه الجماعه وبيان ما يروج فيها. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك للجميع. كنشكروا الساكنه ديال ويسلان اللي تعاونوا معنا بالمناسبه ديال التوزيع ديال الاكياس البلاستيكيه، وحنا كنهنيو سيدنا على هذا العيد المبارك والاسره العاويه ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يدخلها عليهم بالصحه والعافيه والرزق والسلم والسلام لجميع المغاربه.
وبالمناسبه نفس المناسبه كنشكروا السيد الرئيس ديال مدينه وسلان وجميع المستشارين وجميع الاعضاء والجمعيات اللي وقفوا معنا وتضامنوا معنا والساكنه ديال وسلان، كذلك الى السيد الباشا المدينه والسيد القائد الاقليمي لمدينه المدينه ديال وسلان. كنشكرهم جميعا لانهم عطاونا يد المساعده ووقفوا معنا في جميع المراحل اللي دزنا بها من يوم ديال من ابتداء ديال الحفله الحمله ديال النظافه الى توزيع الاكياس البلاستيكيه الى ان وصلنا اليوم ان شاء الله العيد جمع النفايات ديال العيد المبارك. وحنا بهذا النهار المبارك هذا راه حنا كنديروا المجهودات ديالنا واللي بجميع الامكانيات اللي عندنا باش نتغلبوا على النفايات اللي كاينه في المدينه، وهذا كله ما في الامر. وعيد مبارك سعيد، وان شاء الله من هنا للصباح ان شاء الله راه غتكون المدينه في احسن حله ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.